سلام على الأرض، مجد لله، مجدا لله في الأعالي. هتاف الأجيال وليس هو هتاف الأطفال، وإن كانوا قد استكثروا على التلاميذ البسطاء والأطفال الفرحين، استكثروا عليهم أن يفرشوا ثيابهم في الطريق لتطأها أقدام الأتان الجالس فوقه يسوع. يسوع ملك السماء والأرض، ملك الملوك، ملك الملائكة، الظاهر في الجسد كإنسان. يسوع الإله يتعطف على بنيه وخليقته ويريد أن يكون بينهم أبا حبيبا خالقا، يعرف ضعفاتهم ويشفق عليهم. إنه يشفق على جبلته التي صنعتها يداه، الخليقة التي أخطأت قديما. يسوع بنفسه يجيء ليرفع عنها الخطيئة، يجلس فيما بينهم، يتجول في قراهم، يصنع عجائب ومعجزات. اليوم أحد الشعانين ينادون قائلا: هوشعنا، أوصنا، خلصنا أيها الملك السمائي. يسوع المخلص، مما يخلص؟ أخطر شيء وأهم شيء أن يكون الإنسان نظيفا طاهرا نقيا، ومن ذا الذي يستطيع أن يكون هكذا؟ الإنسان المؤمن بيسوع الذي يناديه في ضيقته فيجيء إليه يخلصه من خطيئته ومن كل تجربة شريرة. ما أقواك يا يسوع؟ الخطيئة التي أسقطتنا وأسقطت أبانا آدم وأمنا حواء، أنت وحدك الذي تبرئ وتشفي وتنقي وتطهر وتجعل الإنسان جديدا كما خلقته أولا نقيا. أخطأنا يا إلهي، من ذا الذي يدفع الثمن؟ من ذا الذي يرفع القصاص؟ من ذا الذي يطهر من كل إثم إلا أنت يا إلهي؟ ارتضيت طواعية أن تحمل على كتفك خطايا الإنسان، خطايا كل فرد منا، كبير أو صغير، طفل أو شيخ، رجل أو امرأة، البشرية كلها. خلاص مجاني قدمته إلينا يا يسوع، فقط علينا أن نؤمن أنك أنت الإله وبك وحدك الخلاص. ينادون في الطريق: خلصنا. هذا النداء لم يكن في ذلك الحين القصد منه الخلاص من الإثم أو الشر أو الخطيئة، لا، فكروا واعتقدوا أن الظلم الذي يحل بذلك الشعب من الحاكم المستعمر هو الذي يخلص منه الرومان، ولم يفكروا في الشيطان الذي هو أخطر من الرومان. فكروا أن يخلصهم ويحررهم ويحرر هيكلهم ويجعلهم أسياد بلادهم. يسوع وفي دخوله إلى أورشليم يذرف الدمع، يبكي على ذلك الشعب. لماذا تبكي يا يسوع؟ إنهم يفكرون خطأ، إنهم يفكرون في خلاص من الاستعمار
لكي يكونوا سادة بلادهم. أورشليم المحطمة المستعمرة لكي تكون سيدة موقفه، سيدة الموقف، ليست مستعمرة ولا هي تحت سلطان بشري يتحكم فيهم ويؤذيهم. يسوع يقول: كم مرة أردت أن أجمع بنيك يا أورشليم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا يترك لكم بيتكم خرابا. لا نفكر في الأرضيات، إنما نتطلع إلى السماويات. يسوع يريد أن يعطي ملكا سماويا لا ملكا أرضيا. الأرض وما فيها يوما ما ستنطوي وكأن لم تكن. هذه الكورة الأرضية سوف تزول وتنتهي، وينفتح الأمر عن ملكوت سماوي يجلس فيه أولئك المؤمنين بالمسيح يسوع. اللي آمنوا بيسوع أعد لهم مكانا، أعد لهم عرسا، وهو عريس نفوسنا الذي يفتح الأذرع الأبوية ويجمع إليه أولاده، يعرفهم الطريق إلى الملكوت. أرض إيه؟ طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، يسكن بسلام. وهذا السلام الذي يؤهلهم فيما بعد ليكونوا بني الملكوت. إنما إحنا نقعد في الأرض، يا ما أكثر الظلم الذي نعانيه من حكامنا وفي بلدنا ووطننا. لو أردنا كنيسة في مكان خال من الكنيسة وبعيد عن الكنيسة بعدة كيلو مترات أو قرية مسكينة، نقول عاوزين نصلي لإلهنا، ولا حتى المعجزات. يسوع قادر على المعجزات، ولكن إن كان يسمح لنا أن نحيا في هذه الأرض ونجتاز الصعوبات فلكي نكون أبناء الحق. سليمان يقول إيه؟ عجبا رأيت تحت الشمس، رأيت الجور، الجور في موضع الحق، ورأيت الظلمة في موضع العدل. عاوز عدل يقول لك تلقى ظلم، عاوز حق تلقى اللي يجور عليك. ده شأن الدنيا. وحينما يكون الحاكم مسلطا على المسيحيين، يا ليته كان بسيف كالقدماء يجتز رقابهم وينتهوا بأكاليل الاستشهاد، لا بقوانين، قوانين يضعها الحاكم كيف ما شاء. وعند اللزوم أنا عاوز الحتة دي، أنا قاعد فيها في دير العذر، الصرف الصحي، لا استنى علي، لا لا القوانين مش كده. ما انت شايف الصرف الصحي والألاف بل الملايين الذين يزورون هذا الموقع، هل الأدامية تقتضي أن يكون هنالك دورات بغير صرف صحي؟ يا للعجب. قولوا ما شئتم، نحن في بلد وإن كنا قد ولدنا فيه ولكننا نعذب أيضا في بلدنا، ونقولها باستمرار. ليت هنالك آذان لتسمع، قلوب لترق، عواطف لتشفق، أخوة لتصهر أو تتجلى في نسيج واحد كما يقال. نحن وإن كان النسيج حقا واحدا، ونحن جميعا أبناء مصر وليس بغرباء عنها، ونحن نؤمن أن الشعب كله واحدا من أب وأم وكلنا مصريون، ولكن يا للعجب هنالك نداءات، هنالك دفعات، هنالك عنية وقصد يحرض
الواحد الأخ على أخيه ظلم. يسوع يبكي على هذه المشاهد، المشاهد وما أكثرها وما أشرها، وليست هي واحدة. نبني كنيسة، ياه كأن هنالك جريمة ترتكب. ده احنا بنصلي بنطلب للحاكم ونطلب للمسؤول ونطلب له سلام من الله ونطلب نصرة ونطلب كرامة، ولكن الآذان قد سدت بزفت وقطران، والألسنة لا تسمح إلا بكلمات فيها كل الكبرياء والغطرسة. إلى متى يا يسوع؟ إلى متى ومتى تجيء؟ يسوع بيقول لك ما تخافش، ده أنا معاك، لست معك في زمن في هذا الزمن، بل من الأزل وإلى الأبد أنا معك، ولكن عليك أن تكون شجاعا مؤمنا ولا تخف ولا تضطرب. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. تخاف ليه؟ الروح ياخدها خليقها والجسد هيروح للتراب، وهيجي اليوم اللي تشهد فيه المجد الكامل وترى الملائكة يحتضنون أبناء الله المؤمنين بالمسيح. ومتى ذهبت؟ أنا ذاهب لأعد لكم مكان في السماء. ما تفكروش يا تلاميذ إنني عند القيامة والصعود سأترككم، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وأنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت لكم المكان آتي لأخذكم إلي. وحيثما يكون يسوع يكون تلاميذه وأبناؤه أيضا. يسوع يبكي على أورشليم، ويبكي الآن على كل إنسان مظلوم وكل شهيد تقتطع رأسه أو رزقه، ولكن السماء تحفظ لنا ميراثا أبديا لا يفنى ولا يتضنس ولا يضنحل. وبعد فكروا أن الشهيد لما كان يجي يعذبوه أيوه يحس بالعذاب، لكن من جانب آخر كان الشهيد يرى بعينيه ملائكة تحمل أكاليل، وكل هؤلاء المنتصرين توضع فوق رأسه التيجان. يا للعجب، وسط الضيقة أنت بتدخل يسوع، وسط الشدة أنت بتتهلل وتفرح، لأن أبنائك شجعان وملآنين بكل إيمان. يسوع يبكي، يدخل إلى هيكله ويصنع صوتا من حبال، يطرد الباعة وأولئك المشترين والمدعين بالدين. المسألة ما هيش مسألة أن الواحد يقول أنا مؤمن فقط، لا، أنت مؤمن بإيمانك وأعمالك، تمجد المسيح وتعلن حبك له، مش حكاية مظاهر ولا حكاية نقول لا هنقدم ذبائح ولا نقدم. لا لا، يسوع مع وش ده كله ملزموش، ده السماء والأرض ملكه، يلزم قلبك عقلك فكرك حكمتك تمسكك بمسيحك، ده اللي عايزه. ما تخافش، ما تقولش في وظائف ولا ما فيش، الدنيا بتخرب بتخرب، الحروب بتخربها، الرزق بينقطع على الكل، لكن ولاد ولا ما تخافش. قال أنا بسأل عن الطيور وبهتم بكل شيء، اهتم بيك ما تخافش. لا تخف يسوع لأنه معك أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت ابن ليسوع، واسمك ليس في بطاقة أرضية وليس في دفاتر أو سجلات المدنية، اسمك مكتوب ومنقوش بالمسمار الذي اخترق كفي يسوع. قال لك نقشتك على كفي، على كفي أبص لجسمك اسمي. طيب وكفك يا يسوع يساع كل الكون ده وتعرف ولادك؟ قال الراعي بيعرف غنماته، وكل غنمة تعرف صوت راعيها،
وما يجيش الديب ويضحك عليها. الغنمة فاهمة أن يسوع هو راعيها، والراعي ده لو فلتت منه غنمة واحدة هيدور عليها ويبحث عنها وغلي عليها ويضمها لصدره ويشيلها فوق كتفه، حتى لو كان عنده مئات المئات لا يفرط فيك أبدا، سواء كنت طفلا أو شيخا أو عاجزا يحمله يروح للمفلوج، للعيان، للمشلول عند البركة، مشلول والكل أهمله ولا يستطيع أن يتحرك ولا يلقي نفسه في البركة ولا حتى يتحرك على جنبه من جنب لجنب، ما يقدر. يسوع يقول له قم احمل سريرك، احمل، وإذا بقوة تندفع نحو ذلك المشلول ويلقى نفسه بيقوم ويشيل السرير على كتفه، والناس بيقولوا بيفكر ايه ده، بيحول عزاله من حتة دي، ايوه بيعزل من مكان المرض وبيجول وسط الناس يقفز ومتهلل ومبسوط. يسوع القادر بيقول لك قم ما تخافش، وان كنت اعمى العينين برضه يدي لك بصيره نورانيه تجعلك تهتم وتشعر انك واحد لا قيمه، مش مطروح هناك عند امام الهيكل ولا المجمع بيمد يديه وهو مش شايف، ولا يفتح كده هدومه ويقول ارموا هنا الحسنه، لا، استغنى عن كل هذه الحسنات وكل هذه الصدقات وقام اغتسل. ايه اللي بتغسل؟ قال طين، قال حطه ليسوع الطين، ايوه، ليس للعمى خلقه جديده، بيخلق لك عينين زي ما خلق ابوه ادم من الطين من تراب، برضو ايضا يجيب طين ويحط، اهو الخالق الذي يخلق يسوع ويعطي حياه جديده وبصيره في الاعماق الذي أبرأني، هو ده اللي فتح عيني اللي شفاني، هو اللي قال لي روح وتعالى. انا ما اعرفش، واحد وقالوا له يسوع وانت مكسع، يسوع قال لي شيل عزالك، امال القوانين دي حتى وان كانت بتحمل صفه او صيغه دينيه، لا لا، هو قال لي، يعني قال لي لا تقول لي سبت ولا تقول لي حد، هو رب كل الايام، هو الذي قال لي احمل سريرك، هو الذي ابرأني يسوع، هو اللي شفاني. يا ما اجملك يا يسوع، ما تخليش الواحد كده مكتف وتعبان، بتحله من مساق الخطيه، تشفيه من الامراض الجسديه، تعطيله دايما حياه روحيه، اين؟ هنا وفي الابديه. يسوع الملك، ملك عظيم، وإن كان في ثوب وديع، إن كان يسوع يبكي علي اليوم وكل يوم، يقول أوعى تنسى يسوع، أوعى تنسى اللي شفاك، أوعى تنسى اللي بيعد لك أبدية سعيدة. إعداد يسوع للأبدية ده غير عادي. يسوع الملك الذي يسير بيننا ليس كما صار نحو أورشليم قديما، بل هو يسير في كل لحظة ويتمجد ويتجلى، وتلقاه وسطنا، الفرحة بتحل فينا، تلقى اهتزاز داخلي بيملأنا قوة روحية بتخلينا نحس ان احنا فوق كل المشاكل وفوق كل الجاذبية الأرضية، ليست هنالك مشاكل إلا ويحلها يسوع، ليس هنالك إنسان قادر أن يواجه يسوع إلا بالحب، لكن بالقوة لن يستطيع. يسوع في البستان يجول الجماعة بقيادة يهوذا التلميذ الخائن ويقول لهم تعالوا، هو هناك سهران في البستان مع تلاميذه، هناك في عزلة في خلوة، هناك أنا أعرفه لكم في الظلمة تعرفين، قال أنا أمسك كده أفتح الزراعية وقبل يسوع، قبلة زائفة نقبل بها من كثيرين في مناسبات، قال عيد أو غير عيد، لا قيمة لكل هذه المجاملات الكاذبة والخادعة أيضا. يروح يهوذا كده ويقبل، قال له القبلة المقدسة العلامة الطاهرة،
اللي كلها ذوق وكلها احاسيس وكلها مشاعر تستعملها يا يهوذا عشان تقول لهم ده المسيح، خساره فيك. يهوذا يطارده ذنبه ويجري عند رؤساء الكهنه: انا سلمت دما بريئا، وخد 120 قرش او 30 ما اعرفش وزنه، قول 120 قرش كما حسبوها، ورمها لهم. طب ما انت عاوز الفلوس، ما يسوع ترك لك الصندوق بحاله، تاخذ منه زي ما انت عايز، وقال لك خد اشبع نفسك وشهوتك لعلك يوما ما تتوب وتحس انني انا الذي اعطي، ولا تخف من المستقبل. نخس قلبه وطرح ما قد قبضه ثمنا للدم البريء عند الرؤساء الكهنة، وهم قالوا: لا روح انت ما يلزمناش، احنا ادنا لك شهوة قلبك والثمن اللي قلت عليه الذي لا قيمة له. طب وانت يهوذا بعد العملة دي ما كنت تتوب؟ قال: ولا التوبة تصلح في عملتي، انكر يسوع، اجحده، امشي وراء بشر، وراء عطايا مادية او وظائف شكلية، اترك يسوع واعمل نفسي ان انا قال ده شغلي وعملي ووظيفي واكل عيش ورسالتي. هذا هو الجهل الذي يملأ عقول البعض فيصرعون الى المشتهيات العالمية. يرى يهوذا انه لا يكفي ان يندم، ولا يكفي أن يطرح ما قد تناوله من عطايا أولئك الكهنة، كهنة اليهود. يذهب ويعلق نفسه بحبل في شجرة ويسلق نفسه وتنسكب أحشاؤه. انتهت قصة يهوذا، واستلم روحه الشيطان الذي كان شريكا له والذي أعد له هذا الفكر الرديء. نحن مع يسوع في كل لحظة وفي كل ضيقة، هو معنا، يجتاز معنا مشاكلنا، ولا يتركنا ضحية لفكر عالمي يوقظ الضمائر، يجعلك تسمع صوت الكتاب المقدس يرن في آذانك فتستيقظ، ولا تترك نفسك تكون لعبة في يد الشيطان. يسوع يطهر الهيكل. هذا التطهير ليس فقط هو أن تخرج عن دائرة الهيكل كبنيان، لا، الهيكل اليهودي، التعليم اليهودي، العهد القديم قد لبس ثوبا جديدا، وأنت لك زي جديد، هتاف الحمد وهتاف التبشير باسم يسوع. لست أنت عبدا لعقائد رمزية، بل يسوع قد وضعها في ثوبه الجديد، وضعها في لباس النعمة. لك أن تفكر أنك تحيا باسم المسيح وبقوة المسيح. أما الهيكل القديم برموزه قد انشق من فوق إلى أسفل وانتهى، دي قضى مصلحته وامتد، قال: ما جئت لأنقض، لا، الشرائع قاعدة، بل لأكمل. أضعها في صورة الكمال، أضعها في لباس النعمة، أديها لباس الفداء، أديها دمي، لا دم الذبائح القديمة بعجول أو ثيران، لا. تعمل إيه؟ هقدم لي أنا خروف، ولا قدم لي حمامتين للكبير أو الضعيف، الفقير أو الغني، لا، أنا دمي أنا، يسوع بنفسه. خطيتك يقول لك أضعها على صليبي، وأنا هشيل الصليب وبخطيتك كمان،
وانت تبى براءة، انت تبى انتهت الحكم القديم، انتهى، انت خلاص اخرجت من بين قضبان السجن منذ آدم وحتى مجيء المسيح الثاني. لكل من يؤمن بالمسيح فاديا ومخلصا يلقى نفسه بلا قيد، لا في ايديه ولا في رجليه ولا خطية تمزق أحشاؤه. يسوع يقول لك ما تخافش، أنا هغفر خطيتك، اللي هترجم الزاني أنا بغفر له، كله بغفر له. القاتل الذي فوق الصليب اللص اليمين أنا أغفر له، يرى اللص اليمين الدنيا طبقت والأرض تزلزلت وأموات قاموا، يقول اذكرني يا رب يا متى جئت في ملكوتك. والرد حاضر بكرة بعده، اليوم في اللحظة اللي أنا فيها هسحبك معي تكون معي في الفردوس. هذا اللص القاتل الذكي الذي استشعر بالنعمة، الذي أحس أنه واقف على شاطئ بحر النعمة، عايز يقترف من فرصة، ما تفوتش الساعة ولا اللحظة، يقترف اللص. يبقى أنت وأنا المولدين في النعمة وتولدنا ولنا شهداء وقديسين ولنا كواكب ومواكب، ما أكثرها وما أنقاها وما أكثرها ضياء وإشراقا، نتغر وننسى مركزنا. مركزك لن يستطيع شيطان أو كبير أو حاكم أن يناله أو يحصل عليه. أنت ابن النعمة، والسجل السماوي بتاعك بيقول أنت ابن النعمة. صح معك بطاقة تقول أنا إيه من بلد الفلانية، لا، هنالك ميلاد جديد حينما تعمدت وغطست في جرن المعمودية وطلعت من المعمودية والمسيح ظهر لك والأنوار السماوية أشرقت عليك، بقيت إنسان جديد. بتغلط، الحق جوام التوبة، قدمي المسيح، الدماء السائلة، سر التناول الذي على المذبح، أبونا الكاهن يصلي لك ويقول اغفر لعبيدك واغفر لابنك وولادك وبناتك. السماء بتستجيب وبتسمع، لأن السماء مهياشي ودنها من طين. الطين ده لي أنا ولك أنت لما نتجاهل، ويسوع بيقول لا، من له أذنان ولا حتى ودن واحدة، من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ملناش هنا حاجة، احنا عابرين طريق، الرحلة بتاعتنا اللي احنا بنجتاسها لغاية ما نوصل رحلة حلوة مضمونة السلامة، رحلة مقدسة ومباركة، ما هيش فيها مواصلات قابلة للعطل ولا للضرر ولا للخطر، رحلتنا مضمونة. يوم انت ما تقول لي يسوع السلم روحي، الملائكة قاعدين بيرفعوا صلواتك وأناتك وأنينك، وبيحسوا بيك وبيقدموك ذبيحة طاهرة للسماء نقي. يقول هذا ابني كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. ايه يسوع اللي بتقوله ده؟ ابنك ده اللي عمل وسوى، اللي هجرك، اللي رفض نصيحتك، يقول لك تاب وقدم دم قلبه وسكب دموعه، دموعه غالية عليه، دموعه ما تروحش هدر ولا على الأرض، ده أنا أجمع دموعه وضعها في قنينة تبقى رمز لي. وفي السماء يقول أهي دموعك محفوظة عندي، أدي في قدس الأقداس، أدي قلبك اللي نبض، اللي نبض وقال أنا أخطيت، وقلب يسوع ذاب أمام اعترافك، أحبك وسوف يبقي حبه دائما والمحبة لا تسقط أبدا. نحن الآن في الموكب مع يسوع نهتف باسمه وضارعين باستمرار
ليتمجد اسمك يا يسوع في السماء وعلى الأرض سلام كل الأيام، وأنتم ملك للمسيح وفي مواكب النعمة باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.